بقى نتابع مع حضراتكم دلوقتي من مقر جريدة اليوم السابع ومراسلتنا العزيزة جدا والشاطرة روزان نصر، بنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية وكمان العالمية. روزان صباح عليك أنا وكريم، صباح الفل. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، قبل ما نروح للأخبار النهاردة من موقع اليوم السابع هنروح لجدول مباريات النهاردة الحد 21 فبراير. في الدوري المصري، الاتحاد السكندري مع أسوان في الساعة 7:30 مساء، الإسماعيلي مع أمبي في تمام الساعة 5 مساء. في الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 9 مساء، أرسنال مع مانشستر سيتي في الساعة 6:30 مساء، أستون فيلا مع ليستر سيتي في الساعة 4 عصرا، وويست هام يونايتد مع توتنهام هوتسبير في الساعة 2 ظهرا. أول خبر معانا من موقع اليوم السابع، الأهلي وسيمبا خمس معلومات عن الحكم الكاميروني نيانت قبل موقعة تنزانيا. يستعد فريق الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في إطار مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة الحكم وصاحب الجنسية الكاميرونية اليوم نيانت. وطبعا بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة يتصدر المجموعة الأولى، ويعد الحكم الكاميروني اليوم نيانت مألوفا لدى جماهير والأندية المصرية التي أدار لها العديد من المباريات في البطولات الإفريقية المختلفة ومنتخب مصر. كمان من موقع اليوم السابع، يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن استضافة خمس بطولات عالم. يعقد اتحاد الخماسي الحديث برئاسة شريف العريان مؤتمرا صحفيا للكشف عن تنظيم خمس بطولات عالم ينظمها الاتحاد، حيث أنه لأول مرة في العالم تحصل دولة واحدة على تنظيم خمس بطولات كبرى في سنة واحدة. كمان بيقام المؤتمر بمقر اللجنة الأولمبية بحضور مجلس إدارة الاتحاد والبطولات للأولمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم للشباب تحت 17 سنة وتحت 19 سنة، بالإضافة إلى بطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة. وكان من المقرر إقامة هذه البطولة خلال شهر فبراير بالإسكندرية، ولكن تم تأجيلها لتقام خلال شهر يوليو المقبل. من الإمارات اليوم، اليابانية أوساكا تحرز بطولة أستراليا للتنس. أحرزت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة عالميا لقبها الرابع في البطولات الأربعة الكبرى بعد فوزها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الأمريكية جينيفر برايدي، وهذا التتويج الثاني لأوساكا في أستراليا بعد 2019، وسترتقي في التصنيف الجديد للاعبات المحترفات على مستوى العالم. من بوابة أخبار اليوم، نيمار يجاهد من أجل اللحاق بمباراة البارسا. يخطط البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان لتجهيز مفاجأة لفريقه السابق برشلونة، ووفقا لصحيفة فرنسية فإن نيمار يعمل بقوة من أجل المشاركة في لقاء الإياب أمام برشلونة. وأشارت الصحيفة أن موعد عودة نيمار للتدريبات سيكون مارس المقبل. كمان أوضحت الصحيفة أن اللعب ضد برشلونة يجعله متحمسا. واخيرا من جريده الشروق، هاخد منشط كده، الليله صراع مشتعل بين انتر ميلان على صداره الكالتشيو ديربي ميلانو. دي كانت ابرز واهم اخبارنا هنا من موقع جريده اليوم السابع، شكرا لكم وعوده للاستوديو مره ثانيه. نشكرك جدا يا روزان، وبنشكر كمان مينا على التغطيه الرائعه دي، شكرا لكم.